جزاكم الله خيرا. هل يجوز للحائض أن تغسل الجنازة التي يجوز لها غسيلها؟ نعم، النساء تغسل النساء، النساء يغسلن المرأة الميتة، والمرأة أيضا تغسل زوجها، وكذلك الزوج يغسل زوجته. ومع ذلك فإن الرجال يغسلهم رجال والنساء يغسلهن نساء. وأما الطفل الذي هو دون التمييز فلا بأس أن يغسله الرجال والنساء على حد سواء، يغسله رجال أو يغسله نساء. نعم.